بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الاول بنرحب بجميع الزملاء اللي جم من المحافظات وجم اسكندريه وجميع المحافظات، وبنقول لكم كل سنه طيبين. وانتم عارفين المؤتمر ده زي كل سنه بنرحب بالناس كلها ونحب الناس كلها تبقى موجوده. تمام، معانا دلوقتي استاذ سعد عبد الرحمن من اسكندريه، استاذ سعيد عرف. طبعا مستر سعد عبد الرحمن غني عن التعريف، هو راديو سبيشاليست في شارع المدينه في اسكندريه، واخصائي تقنيه القسطره في مستشفى لوران، وطبعا الماستر اوف نيورو في الاليكس. وهيكلمنا النهارده عشان محاضره بعنوان راديوجرافر رولز ان كاس لاب. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اعرفكم بنفسي الاول، انا سعد عبد الرحمن، سينيور كات لاب راديوجرافر شارع المدينه هوسبيتال، وزماله مصريه للاشعه وتشيس ريسيرش ستيشن فور راديوجرافر. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع جديد شويه، هو يا رب ان شاء الله يكون موضوع خفيف وموضوع يعني يكون سهل وباذن الله نستفيد كلنا منه. احنا النهارده هنتكلم عن راديوجرافر كات لاب رول والكود اوف ايثكس، اللي هي قوانين ومواثيق الأخلاقية المرتبطة باختصاص التصوير الطبي الإشعاعي داخل غرفة القسطرة. تمام، المواثيق دي بدأتها الجمعية الأمريكية، وحطت بعض المواثيق الأخلاقية المرتبطة التي يرتبط بها اختصاص التصوير الطبي الإشعاعي وكل من يعمل في مجال القسطرة القلبية من اختصاص التصوير الطبي الإشعاعي. دي باجة كده بسيطة. الإيثيكال بروفيشنال كونتاكت إكسبكتد إز إيفري ممبر أوف ذا أمريكان سوسايتي أوف راديوجرافر تكنولوجيست أند إيفري إنديفيدوال ريجستيرد باي ذا أمريكان ريجستري وراديوجرافر أز ا جايد أند إي آر آر تي هاف إيشود أوف كود أوف إيثكس أوف ذير ممبرز أند ريجستريشن باي فولوينج ذا برينسيبال إمبودد أوف ذا كود أوف إيثكس. ده بيقول إن ده هي بعض المواثيق الأخلاقية المرتبطة بالجمعية الأمريكية التي ألزمت وأوجبت على اختصاص التصوير الطبي الإشعاعي الالتزام بها كل من يعمل في الحقل الإشعاعي داخل غرفة القسطرة. منها أن أنت بتمشي وراء كل المعطيات والمواثيق الأخلاقية، وفي الآخر هو التارجت بتاعنا كلنا هو البيشنت. البيشنت ده من البرايفسي والكير اوف بيشنت او ما يتعلق بالمريض، والزمت كل من يعمل في الحقل الاشعاعي او كل من يعمل في قسطره القلب واختصاص التصوير الطبي ببعض المواثيق والاعراف والقواعد التي لابد ان يلتزم بها. كود اوف ايثكس هو بيرتبط بالشخص نفسه. The radiographer technologist conduct himself or herself in professional manner, respond to the patient needs and support and the colleague and associated in providing quality and the patient of care. ده بيتكلم على الجزء من المواثيق الاخلاقيه المرتبطه باختصاص التصوير الطبي الاشعاعي ومدى مساعدتهم للمريض ومساعدتهم لبعض الكوليجز او الزملاء في اعطاء الخدمه الطبيه الكاملة والخدمة الطبية السليمة للمريض. Radiographer technologist act as advanced principal objective of the provision provide services humanity with full respect for all dignity of mankind. ده بيتكلم على ان كل اختصاص التصوير الطبي الاشاعي لابد ان يلتزم بالمواثيق الإنسانية ويحترم جميع البشر ويحترم جميع المرضى مع اختلاف جنسياتهم واختلاف عقلياتهم واختلاف تفكيرهم واختلاف العرق أو اختلاف التفكير أو اختلاف الجزء الديني. The radiographer technologist delivered patient care and services and restricted by concerns of personal attributes of nature of the disease or illness and without discrimination of basis of sex, race, creed, religion or social economic status. ده بيتكلم زي ما قلت لحضراتكم عن ان اختصاص التصوير الطبي الاشعاعي المشتغلين بالتصوير الطبي الاشعاعي ده غرفه القسطره بيعطي المريض الخدمه الطبيه الكامله والسليمه دون تمييز عرقي، بناء على التمييز ده سواء كان من ناحيه الجنس او الديانه او المشاكل الاقتصاديه.
Radiographic suggests practice technology founded upon the theoretical knowledge of the concept uses equipment and accessories consented with a purpose for which they were designed and apply procedure and technique appropriately. ده بيتكلم ان اختصاصي التصوير الطبي الاشعاعي لابد ان يستخدم كل المعطيات الطبيه اللازمه له او المتاحه له لخدمه المريض واعطائه الخدمه الطبيه السليمه دون تمييز عرقي او تمييز ديني. Radiographer technologist assesses the situation, exercise care, discretion, and judgment, assumes responsibility for the professional decision, and act in the best interest for the patient. ده بيتكلم ان اختصاص التصوير الطبي الاشعاعي لابد ان يقيم المواقف اللي قدامه وبناء عليه بيعطي الخدمه السليمه والخدمه الطبيه المناسبه للمريض دون تمييز بين اي شخص سواء كان من الناحيه الدينيه او من الناحيه الاخلاقيه. Radiographer technologist acted an agent through the observation and the communication obtained pretended information for the physician and aid the diagnosis and the treatment of the patient to and recognize that interpretation and diagnose it outside of the scope of the practice. ده بيتكلم ان اختصاص التصوير الطبي الاشعاعي هو المساعد للطبيب او المساعد لكل الاطباء في تقديم الخدمه الطبيه السليمه والمناسبه للمريض دون اي تمييز. Radiographer can just use equipment and the accessories, implies techniques, and to proceed to perform services and accordance with an accepted standard of the practice and stimulated expertise and minimizing the radiation exposure to the patient self and the other members of health care team. Radiographer technologist practice ethical conduct appropriate to the profession. ده بيتكلم عن ان اختصاص التصوير الطبي الاشعاعي العامل الموجود داخل غرفه القسطره يستخدم كل المعطيات اللازمه له لتقليل جرعه التعرض الاشعاعي سواء كانت للمريض او التعرض الاشعاعي لزملائه او للتيم الموجود معاه. The radiographer technologists continually strive to improve knowledge and skills by participating in continuing education and professional activation, sharing knowledge with colleagues and investigating a new aspect of the profession. ده بيتكلم على ان اختصاص التصوير الطبي الاشعاعي بينهض بنفسه وبينهض بزملائه عن طريق تواصل المعلومات زي اللي احنا بنعمله دلوقتي هي المؤتمرات وتبادل المعلومات الطبيه واللقاءات العلميه ان هو لازم يبقى دايما في continuous education بيعلم نفسه باستمرار حتى يقدم الخدمه الطبيه السليمه والمناسبه للمريض. ده بنتكلم عن المعطيات او المواثيق الاخلاقيه التي نادت بها الجمعيه الدوليه الاشعه الاي اس ار ار تي الانترناشونال سوسايتي اوف راديوجرافر اند راديوجرافر تكنولوجيست. الجمعيه العالميه للاشعه الزمت كل العاملين بها والمنتسبين لها ببعض الاعراف والمواثيق الاخلاقيه التي تلزمه على اعطاء الخدمه الطبيه السليمه والمناسبه للمريض دون اي تمييز سواء كان تمييز من ناحيه العرق او الدين او الجنس او اي تمييز سياسي. واعطت عليه المسؤوليه الكامله لتقديم الخدمه الطبيه السليمه وأوكلت إليه تقديم الخدمة الطبية السليمة بناء على التدريب المناسب له وبناء على المعطيات له واستخدام كل الأكسسوارز المناسبة له لتقديم الخدمة الطبية السليمة. Each member of has responsibility to always aware and comply with laws, regulation and standard and the codes of govern radiographer practices and here and his or her particular ethics may be defined as processes, rules or principle governing conduct. ده بيتكلم ان انت لازم تقدم الخدمه الطبيه السليمه باستمرار وعن طريق ان انت تدرب نفسك وتتمرن كتير وتتعلم كتير وتلتقي بناس كتير وعشان تبتدي تقدم خدمه طبيه سليمه ومناسبه للمريض. وده بيرجع للبيهيفير بتاعك او الاتيتيود بتاعك او البيهيفير الشخصي ليك، يعني ده بيرجع للمواثيق والاعراف الاخلاقيه المناسبه لك. Code of ethics guide by the radiographer and the radiological technologist should evaluate their professional conduct and relates to the patient, healthcare consumers employed, and the health professional. The code of ethics intended to assist in maintaining the high level of ethical conduct and providing for the protection, safety, and the comfort of patient. ده بيتكلم برضو على ان انت لازم تلتزم بكل الاعراف والمواثيق اللي نادت بها الجمعيه الدوليه للاشعه لتقديم خدمه طبيه مناسبه للمريض حتى يقدم له الخدمة الطبية وتجعل المريض في حالة ارتياحية شديدة من ناحية تقديم الخدمة الطبية دون أي شيء يضايق المريض.
الإيثكس and professionalism are fundamental providing good radiographer practice. Radiographer technologists must develop and maintain an adequate knowledge of the key components of the laws and the regulation and affect their patient and practices. The law does not always establish positive duties. That is what one should do. The extended to the professional ethics does the current understanding of the professional ethics and based on the principle from the which positive duties emergency. ده بيتكلم على ان كل المشتغلين بالحقل الطبي من اختصاص التشريط الطبي الاشعاعي لابد ان يتلقى يلتزم بالقوانين الملزمه له داخل الدوله اللي موجود فيها سواء كان من ناحيه الترخيص او من ناحيه التعليم المستمر. Corresponding to the rights and privilege conferred on the radiographer and radiographer technologist are also certain ethical obligations. The ethical duties toward the patient and the society demand that the ethical guidelines be formulated. ده بيتكلم عن تقديم الخدمة الطبية لابد أن يضع يكون تحت طائلة القانون سواء بتقدم الخدمة الطبية لشخص واحد أو لمجموعة من المرضى المتواجدين في الآخر هو مجموعة المرضى دول هو اللي بيمثلوا المجتمع في الآخر. Ethical guideline enhance essence expressed duties. A duty referred to the obligation performed that perform certain things is duties may be legal and ethical as a radiographer, technologist, duties, patient and the colleague. هو بيتكلم هنا على ان الجزء الاخلاقي ده مش مرتبط بس بتقديم الخدمه الطبيه للمريض ولكن الميثاق الاخلاقي او القواعد الاخلاقيه الملزمه لاختصاص التشريط الطبي الاشعاعي ملزمه له في التعامل مع الكوليجز مع زملائه and other health professionals وبعض المنتسبين ومقدمي الخدمه الطبيه او المجتمع او البيئه المحيطه ليه ولنفسه كمان. Ethics and professionalism are fundamental providing good practice. قلناها الجمعية الأمريكية برضو الأشعة ألزمت برضو الناس نتطور من نفسها باستمرار حتى من ناحية البراكتس سواء كان براكتيكال أو ثيوريتيكال حتى تضع عليها المسؤولية الطبية الكاملة في تقديم الخدمة الطبية المناسبة والسليمة للمريض. هنا بيتكلم كود اوف ايثكس بيتكلم ان الراديولوجيكال تكنولوجيست بيلتزم التزام اخلاقي من ناحيه تقديم الخدمه الطبيه المناسبه وايضا وتقديم يعني وعدم الاضرار بنفسه في وجود في عند تقديم هذه الخدمه. duties to the health professional. هنا بعض المواثيق الأخلاقية التي لابد أن يلتزم بها اختصاص التصوير الطبي الإشعاعي. The power entrusted to the radiographer and technologist must be not abused. لابد أن الشيء المؤتمن عليه لابد أن تكون مؤتمن يعني من ناحية الأسرار الطبية للمريض. Respect and maintain the patient privacy and confidentiality all the time. لابد أن تحترم خصوصية المريض وتحترم الأسرار الطبية للمريض. Practice the principle of the justification and optimization of the ALARA. الالتزام الطبي والأخلاقي من ناحية الألارة اللي هي as low as necessary but cheerfully ده الشيء الأساسي والدعم أو التطبيق الأساسي لتقليل جرعات الأشعة وهو موافق العمل في حقل الأشعة. Maintain the current knowledge of the safety standards pertaining the radiographer and radiographer technologist practices and conduct the ortho procedure and examination and keeping with this as a standard. لابد أن تلتزم بتقديم الخدمة الطبية السليمة حسب الأعراف والمواثيق التي نادت بها الجمعية الدولية والجمعية الأمريكية للأشعة في كل البروسيدرز. هنا بعض الديوتيز بقى اللي انت بتقدمها للهيلث بروفيشنال لزمايلك اللي مشاركين معاك لابد ان ترسبكت اذر هيلث بروفيشنال لابد الاحترام المتبادل منك في عند تقديم الخدمه الطبيه السليمه للمريض والاحترام المتبادل ما بينك وبين زملائك.
هنا بيتكلم الفريند from making a substantiation comment about the colleagues and the institution, the patient, other person. بيتكلم ان انت ما ينفعش ان انت بتتكلم بطريقه مش سليمه على زمايلك او على المؤسسه التي تعمل بها قدام المريض او اي احد من الفاميلي. سوري. طيب. duties to society دي بعض الديوتيز التي وكلت اليك ناحيه المجتمع التي تعيش فيه. لابد respect all human rights، لابد ان تحترم جميع الناس مع اختلاف العرق او الجنس او الدين. لابد deal responsibility with radiation by guided by the LARA. لابد ان تديل good مع radiation. لابد ان يعني تتعامل بحرص وبحرص شديد ومع الاشعه والالتزام بمبدا الالارا. treat all individuals and with respect with dignity and without discrimination. برضو زي ما احنا قلنا ان انت هتلتزم بالاعراف والمواثيق، ان انت هتعامل المريض كلهم زي بعضهم بدون الاختلاف في الاختلاف في الجنس او الدين او الناحيه السياسيه. duties to environment. انت بقى الشيء الديوتيز الموكله اليك لابد ان تلتزم بيها من ناحيه المجتمع. limit unnecessary radiation، انت هتقلل جرعات التعرض الاشعاعي للناس الموجوده. protect environment by assuring the correct disposal medical waste. لابد ان تعمل تشيك على كل حاجتك اللي موجوده او الماشين اللي موجوده على اساس ان انت ما تعملش waste of radiation abusing to the radiation. لابد تنشور safe environment and take steps minimize the exposure to the potential risk. لا هتلتزم بالقواعد بتاعه القراره في تقليل الريسك اوف ذا radiation and risk of infection. relationship with the physician and other health care. When health care provision has not communicated effectively, patient safety is put at risk of the several reasons. ده بيتكلم هنا ان انت لو ما كانش في تواصل سليم ما بينك وبين زملائك او الفيزيشن الموجود، فان تقديم الخدمه الطبيه للمريض هيبقى في 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 فيها ريسك، وريسك كبير جدا وخصوصا في حالات الكريتيكال. هنا بعض الرولز الملزمه لاختصاص التصوير الطبي الاشعاعي، يعني هنقولها بسرعه كده. اول رولز انت سمايل، لازم يعني لما تقابل المريض لازم تبتسم، يعني مش لازم تبقى مكشر دايما كده، لازم تبتسم. smiling with a patient can provide the patient with a much needed relief of some of their stress. انت لما تبتسم للمريض فانت هتقلل الستريس عليه في اثناء ما المرض بتاعه. رول نمبر 2، obey to the rule. لابد ان انت تطيع الاوامر، تطيع الاوامر من ناحيه الجايد لاينز، واطاعه الاوامر من ناحيه الـ يعني التزام بالمعايير والمواثيق الاخلاقيه. دي بمعنى obey. keep your cool. لابد ان تلتزم بهدوءك اثناء تقديم الخدمه الطبيه دون اي انفعال. work hard. لازم تشتغل بجديه، ولازم تشتغل بجديه شديده دون يعني دون ولكن بدون ما يكون في مشكله تقع عليك انت يعني. respect all machines. لابد ان انت تحترم الجهاز اللي انت شغال عليه، والاحترام ده من ناحيه ان انت ما تكسرش، ما تاذيش، ما تعملش، تبقى دايما بتعمل كواليتي اشورنس للجهاز، او ان انت دايما ما تحملش عليه. في رول نمبر 6، never let anyone to play as a radiographer. دي نقطه مهمه جدا بقى. دي معناها ان انت ما تسيبش اي حد يشتغل مكانك. ما تسيبش اي حد مش مختص انه يشتغل مكانك، غير مسموح لاي حد انه يشتغل مكانك، لا هو عارف شغلك ولا انت عارف شغله. رول نمبر 7، there is no such thing as a cath lab emergency. لا شيء يضاهي او يوازي حالات الطوارئ القلبيه. في ايدك حاله طوارئ هتلتزم بيها التزام كامل، هتسيب كل اللي في ايدك، هتنسى الدنيا، هتشتغل مع حاله الطوارئ وهتنسى كل حاجه. رول نمبر 10، take a clinical details with a pinch of salt. انت هتاخد التفاصيل الطبيه اللي انت عايزها من الحاله بصوره بسيطه، مش هتزود يعني، مش هتزود راديشن، مش هتزود كونتراست، مش هتزود ان انت تقعد يعني تاخد شغل كتير، لا انت تاخد التفاصيل الدقيقه بدون ما تعمل اي مشاكل. رول نمبر 9، only give operator 15 seconds. لما الاوبريتور يبقى شغال
وهو بيفكر في حاجه او عمل حاجه وعايز تديله راي، لازم تديله اقل حاجه 15 ثانيه عشان يفكر. بعد كده انت عايز تدي نصيحه بتديها له بعد ال 15 ثانيه. رول نمبر 10، يو كان نيفر نو تو ماتش اناتومي. انت مش هتعرف كل التفاصيل التشريحيه، فبالتالي انت مش هتعرف كتير، يعني انت لازم تعرف مش كل حاجه انت عارفها. يعني هنا بيتكلم ان الكارديوفاسكولار انترفينشن ديجرافر particularly during the coronary intervention should necessarily have an eagle eye. لابد ان يكون عنده عيون صقر، لازم يكون ملاحظ كل حاجه وملاحظ كل التفاصيل اللي حواليه وواقف في الاوضه مركز وصاحي وفي كامل تركيزه. الراديوجرافر تكنولوجيست سبيس هو مونيتور ذا هول تيم. هنا بيتكلم ان الراديوجرافر هو يعني المونيتورنج او هو اللي بيسجل كل حاجه بتحصل لو للتيم كله. يعني الكلينيشن مورال اند ريتنشن، يعني لما يبقى في مشكله ما بين الفريق الطبي وبعضه، وخصوصا اذا كان في وجود الاختصاص الطبي، في وجود اختصاص التصوير الطبي الاشعاعي، فالفيزيشن او الكلينيشن اللي شغال بيبقى مش مزاجه مش مظبوط، يعني فبيدي قرارات مش مظبوطه. Improved the patient outcomes in addition when teams communicate well and collaborate together such as in the well-functioned cath lab the patient received improved outcomes. ده بيتكلم ان لو في تواصل ما بين الفريق الطبي وبعضه فان الخدمة الطبية المقدمة للمريض هتصبح فيه على اكمل وجه. انا شاكر لحضرتكم جدا، انا كده خلصت، لو في اي اسئلة. شكرا مستر سعد. طبعا كالعاده يعني المحاضره متميزه. شكرا. ودايما معانا رب في كل المؤتمرات كده. حد عنده سؤال؟ شكرا شكرا. في معانا اثنين زملاء دلوقتي جايين نازلين من فوق بس. اهلا مستر بلال، شرفت ونورت سعاده البيت. الاستاذ بلال عبد الوهاب، مركز مجدي يعقوب للقلب وجامعه عين شمس، هيكلمنا عن محاضرة تو ستنت استراتيجي، و مستنيينك نسمع منك حاجة دي. شكرا قوي. شكرا واسف للتأخير. أول حاجة المحاضرة دي هي مش محاضرة عادية، هي عبارة عن ورك شوب عشان نعرف ازاي نتعامل مع البايفوركيشن أو تو ستنت تكنيك استراتيجي. أوكي، هي معلش طويلة شوية، ف يعني لو لحقت انا في المده بتاعتي ديت ان انا اخد اكبر كم من التكنيكس والتريكس اللي فيها يبقى 100 100. طيب الانترودكشن، انتوا عارفين ان انتوا اي كرونريز في بايفوركيشن اكيد، في ال دي معلش ده نكست اوكي عايز تقلب وده باك اوكي ده ليزر اوكي شكرا ماشي. اي كرونريز فيها بايفوركيشن اكيد، يعني فاكيد هيقابلنا ليجن فيها بايفوركيشن. طيب ازاي نتعامل مع البايفوركيشن بتاعتنا؟ في كذا تكنيك ديبندد او ديبندد على حاجات كتير، منها السايد برانش ديامتر لينس، المين برانش، وازاي نعرف نفهم البايفوركيشن عباره عن ايه. لازم نبقى شايفين المين برانش ديامتر، اللينس بتاع الليجن قد ايه، نوع الليجن عامل ازاي، الانجل البيل بتاعت البايفوركيشن نبقى عارفينها عشان نقدر على اساسها على اساسها نقدر نختار التكنيك المناسب ليه. وده شكل البلاكس بتاعتنا اللي موجوده في الكرونريز. ممكن تبقى قبل المين، يعني قبل البايفوركيشن، ممكن تبقى تحت البايفوركيشن، ودي لها مسميات احنا عايزين نبقى عارفينها كويس. دايما لما نقول 1 1 1 1، الاولانيه دي بتاعت المين برانش بروكسيمال، 1 الثانيه يبقى الليجن ديستال البايفوركيشن، 1 الثالثه بتاعت السايد برانش. اوكي، فاحنا عندنا اشكال كتير قوي من البايفوركيشن بتاعتنا، زي الاول برانش، اول صوره على الشمال ال 1 1 1 ليجن بروكسيمال، وفي المين برانش بروكسيمال مين برانش ديستال المين برانش والسايد برانش. الصوره الثانيه اللي تحتها 1 1 0 دي تلاقي السايد برانش ما فيهوش بلاكس،
فعلى اساسها بنختار تكنيك تاني خالص او تريكس تانية خالص. كل واحده لها التكنيك بتاعها اللي انا اقدر اعمل بيها البايفوركيشن ستاند. اوكي اخر اللي بعدها 101 ديستال المين برانش فوش بلاكس. اللي بعدها 011 البلاك شيفت للسايد برانش انما ما فيش بروكسمال المين ارتري ما فيهوش بلاكس. اللي تحتها على الشمال 100 اوكي بلاك بروكسمال مين برانش الديستال ما فيهوش بلاكس السايد برانش ما فيش بلاكس. اللي بعدها 010 عشان لما نيجي نوصف لازم يبقى عارفين المسميات بتاعتها. البلاك بروكسمال ما فيش فري بلاك في المين ديستال في بلاك سايد برانش فري مفيش حاجه. واخر حاجه 001 بلاك بروكسمال مفيش بلاك فري ديستال المين برانش فري سايد برانش في بلاك. طيب احنا هنا التكنيكس بيعتمد على ازاي نجهز البايفوركيشن استراتيجي بتاعتنا. اول حاجه بنعمل حاجه اسمها كيسنج بالون استراتيجي لازم نبقى عارفينها بنعملها ليه، وحاجه اسمها بوت او اختصار لكل بروكسمال اوبتمايزيشن تكنيك. طيب الكيسين بالون احنا بنستعمله دايما عشان نقدر نبقى السايد 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 برانش مع المين برانش الاثنين اوبن سيل مع بعض. البروكسمال اوبتمايزيشن بنعمل اوبتمايزيشن للبروكسمال ستاند بحيث ده بيديني اريحيه لو انا هعمل ريكروس للواير بيخليني اقدر اعمل ريكروس كويس للسايد برانش بي اوبتمايز الستنت على الوول بتاع الوول بروكسمال بارت بتاع الستنت المين برانش. ليه بنعمل بوت؟ زي ما حضراتكم شايفين في الصور احنا بنحط قدام سايد برانش لو السايد برانش حتى فري زي الصوره دي سايد برانش فري هنا بنعمل اول انفليت الستنت قدام السايد برانش لازم الاستراتس بتاعتنا بتبقى مفتوحه كويس عشان تسمح للفلو يعدي واقدر اعمل ريكروسنج للواير واعمل بالون دايليتيشن بحيث اكيب السايد برانش اوبنت من غير ستنت لو هو فري. اوكي احنا هنا البروكسيمال اوبتمايزيشن تكنيك بيعتمد على حاجه مهمه قوي ان لازم نستعمل ان سي 1 تو 1 ريشيو. بوزيشننج المهم في البوزيشننج ان احنا ما نكونش على يعني لو البروكسيمال بارت بتاع الستنت مثلا اخد 10 ملم اخد بالونه 8 المهم ما اوصلش للايدج فوق ولا اوصل للسايد برانش بتاعي جاست البروكسيمال بارت بتاع المين برانش تو ديستال والكارينا شيفت ابعد عن الكارينا شيفت خالص يا دوبك ابقى واقف على البايفوركيشن. برضو احنا بنعتمد على الكوريكشن ليه بنعمل بوت؟ احنا بنعمل كوريكشن اوف مال بوزيشن اوف بروكسيمال مين برانش وفي نفس الوقت بنعمل الاستراتس بتفتح قدام السايد برانش عشان اقدر اعمل ري وايرنج وبظبط الاوستيوم والكارينا بتاعت السايد برانش. طيب احنا عندنا كذا تكنيك للتو ستنت استراتيجي. عندنا حاجه اسمها تي ستنت ميني كراش ستيب باي ستيب دي اللي هي ديكي كراش كيولو تكنيك في ستنتنج سيمالتينيوس كيسنج ستنت اللي هي اس كي اس اللي هي كيسنج ستنت ودي عاده ما حدش بقى يستعملها. نبدا باول حاجه التي ستنت. احنا ليه بنقرر نعمل تي ستنت؟ بنبص الاول زي ما قلت لحضراتكم بنبص للانجل بتاعت السايد برانش بنبص للديامتر بنبص لللينس بتاع الستنت بعد كده اقرر لو الانجل مثلا 90 درجه الانجل هنا عندي 90 درجه كيلوت مش هينفع تاب مش هتنفع افضل حاجه اللي هي تي ستنت يبقى حرف التي بالظبط. اوكي ودي بنبقى واخدين شكل زي ما حضراتكم شايفين اول خطوه بنعدي واير في الصوره في فيديو انا هعرضه دلوقتي هيبقى مناسب قوي للموضوع دوت. بعدي واير في المين برانش والسايد برانش ببدا اول حاجه احط الستنت بتاعت المين برانش والستنت بتاعت السايد برانش ممكن في وقت واحد او يعني ممكن اعملها ستيب باي ستيب. بعد كده بعمل انفليشن للسايد برانش واعمل بيها كراش للمين برانش ساعتها بعمل ري بوزيشن للواير واعمل كيسنج للتو ستنت اند فاينالي لازم اعمل بوت. طيب هنا الستيب باي ستيب بحط المين برانش ستنت
بعمل انفليشن، بعمل بوزيشننج ليها وانفليشن. الخطوه الثانيه بعمل بوت، مهم قوي ان اعمل بوت زي ما اتفقنا بيسهل لي ريوايرنج للسايد برانش. بعد كده بعمل كيسنج، بفتح الاوستيام للسايد برانش. بعد كده التيستنت، التيستنت ببقى يا دوبك انا مش بريدرودنج في المين برانش، جاست كفر الكارينه بتاعتي، مش الاستنت بتاعت السايد برانش دي مش بريدرودنج جوه، لازم اكون يا دوبك اتاتش ليها بالظبط. وفاينل كيسنج، وبعد كده بوت ستنت، لازم فاينلي بوت ستنت، وده الفاينل ريزلت بتاعتنا. لو انا عكست القصه بقى، اعتبر المين برانش هو الرئيسي بتاعي، هي نفس الفكره بالظبط، يعني نفس الفكره. كل ده ديبندد لو المين برانش هو اكبر من السايد برانش، اكبر من المين برانش. فببدا بالسايد برانش بحط ستنت، ماشي، نفس القصه بعمل بوت، اعدي ريوايرنج للمين برانش واحط كيسنج، اعمل بي كيسنج. بعد كده بحط الستنت بتاعه السايد برانش، نفس الكلام بروترودنج، يا دوبك اتاتش الكارينه بس، بحيث اقلل اللايرز في الكارينه بتاعتي. اوكي، بعد كده كيسنج، ولازم افاينل ببوت ستنت في الاخر، ببوت بعمل بوت ببالون. اوكي، وده الشكل النهائي بتاعي التي ستنت، انفيرتي تي ستنت. طبعا لو انا جايد بايفاس بافضل، طبعا ببقى شايف كل حاجه قدامي. تاني تكنيك اللي هو التاب تكنيك. التاب تكنيك هو موديفاي للتي ستنت، يعني هو مش فارق كتير، بس هو بيعتمد على الانجل بتاعتي بقى. يعني احنا قلنا انجل 90 درجه، تي ستنت ذا بيست اوبشن. هنا الانجل اقل من 90 تقريبا، 70 درجه 80 درجه، يعني اقل من 90. التاب ستنت هي موديفاي، التاب موديفاي للتي، نفس التكنيك الستبس بالظبط. ببدا بالسايد برانش او المين برانش على حسب الديامتر بتاع البرانش نفسه. هنا هنشوف شكلها، بنحط ستنت في المين برانش في الاول. اوكي، بعمل بوت بعدها، بعد كده ريبوزيشن للواير في السايد برانش، واعمل كيسنج. الفرق اللي هيجي بقى هنا ان انا في التي ستنت ما دخلتش جوه، هنا انا دخلت في المين برانش، عملت بروترودنج للسايد برانش جوه المين برانش، برضو بنفس القصه بعمل كيسنج وبعد كده بعمل بوت فاينل. لازم فاينل بوت، مهم جدا فاينل بوت. اوكي، دي شكل حاله احنا كنا عاملينها. شايفين حضراتكم في اوستيال تقريبا الليفت مين، الاوستيال ال اي دي مع اوستيال سيركونفليكس، عدينا واير، حطينا ستنت، اول ستنت ليفت مين ال اي دي. اوكي، ده الشكل بعد من الليفت مين ال دي. بعد كده عملنا الكيسنج وبدانا نظبط الستنت بتاعتنا الثانيه بتاعت السيركونفليكس في الليفت مين، عملناها. وبعد كده عملنا كيسنج، بعد كده بوت، ودي الفاينل ريزلت بتاعتها. نيجي بقى للتاب، دي التاب خلاص، دي حاله ثانيه بنفس الكلام، مش هعديها بسرعه عشان نلحق نخلص التكنيك بتاعتنا. هي الستبس واحده كويس، واحده واحده. كراش ستنتنج دي تكنيك كنا بنستعمله زمان، بس دلوقتي عشان الاستادس اللي طلعت عليه فتقريبا ما حدش بيستعملها دلوقتي كتير، لان نعمل كراش للستنت دي، بزود اللاير، بخلي الكارينه بتاعتي مليانه ميتال، بالتالي الان ستنت ريست نوزز ريشيو بتبقى عاليه جدا. فانا يعني مش ريكومندد، بس لازم نبقى عارفين ان احنا بنعملها في بعض الاحيان لو انت مضطر ان احنا نعمل كراش ستنت. بس مشكلتها ان انا بقى دايما برضو باخد 7 فرنش، بكبر الجايدن، زي ما قلت الكارينه بتبقى مليانه ميتال، فالانستنت ريستنوز ريشيو عاليه جدا. فبصراحه يعني نوت ريكومندد ان انا اشتغل بيها، بس لازم نبقى عارفينها. هي هاجي هرجع هنا للصوره بتاعتي، زي ما حضراتكم شايفين في الصوره رقم A، ان انا بحط التو ستنت مع بعض، بعمل السايد برانش، وبعد كده بكراش عليها بالمين برانش. في الحاله دي بيبقى في تقريبا 3 لاير في الكارينه اكسنتريك ناحيه اليمين، فببدا بعمل كيسنج بالون، وبعد كده المفروض بفاينل ببوت. بس لو شفتوا اخر صوره اللي هي الاتش ديت، هتلاقي الكارينه مليانه ميتال، فالميتال دي مش كويسه لان بتزود الانستنت ريستنوز ريشيو.
اوكي. ميني كراش برضو نفس الكلام، احنا برضو بقيناش نحب نشتغل بالميني كراش. الميني كراش تكنيك برضو تقريبا زي الكراش تكنيك، الانستنت ريستونوزيس ريشيو عاليه جدا، فنوت ريكومند ان انا اعملها. بس برضو للعلم لازم نبقى عارفين كل التكنيكس بتاعتنا. فنفس الكلام بواير السايد برانش والمين برانش، بحط الاستنت بتاعتي، بس هنا مش بروترودنج في المين برانش بمساحه كبيره خالص. بعمل كراش للسايد برانش واعمل ريبوزيشنج للواير واعمل كيسنج وبوت في الفاينل فريزر بتاعتي. اوكي. ديكي كراش ده افضل اوبشن لو انا هشتغل ليفت مين، بخصوصا الليفت مين. ليه؟ لان انا محتاج حاجه تكون انستنت ريستنوز ريشيو اقل حاجه، لان انا بشتغل في المين برانش اللي هو الليفت مين اللي هو شايل الليفت سايد كله. فده افضل اوبشن للليفت مين تقريبا، والانستنت ريستنوز ريشيو بتاعته قليله جدا. طيب نبدا خطوه خطوه. احنا الخطوات بتاعه الديك كراش ان انا ببدا واير البوث برانش الاثنين مع بعض، بعد من البالون دايليتيشن الاول بعمل بوت بالان سي للمين برانش 1 تو 1 ريشيو، بستنت السايد برانش الاول، بحط بروترودنج بروتروشن المين برانش حوالي 2 مللي، ما بكترش عن كده. بعد ما كده برموف الاستنت، بعد كده بعمل انجيوجرافي بشوف الديستال بتاعي عامل ازاي، بعمل كراش بالان سي الاول، بعد كده ريبوزيشن للواير. هتشوفوا كل ده في الفيديو، هيبقى اوضح يعني اسهل من الكلام ده كله. بعد كده بعمل فيرست كيسنج قبل ما احط الاستنت بتاعت المين برانش، بعد كده بعمل ريموف للسايد برانش بالون وبحط استنت في المين برانش، بعمل بوت وايرنج ري وايرنج للسايد برانش تاني وسكند كيسنج وفاينل بوت. تعال نشوف الستبس زي ما احنا قلنا، الستبس 1 2 3 لحد الاخر نفس الكلام، الفيديو هيبقى اسهل. نفس الكلام اهوت، بحط الاستنت بتاعت السايد برانش، ببقى بروتروتنج في المين برانش حوالي 2 مللي، وقدامها بالونه جاهزه ستاند باي عشان اعمل كراش. عملت بوت للبروكسيمال للاستنت الاولانيه، ادي كراش. مهم قوي لما اعمل ريبوزيشن للواير، ري كروسنج للواير، باخد البروكسيمال بارت بتاع الاستراتس، ما احبش من الديستال بارت عشان ما ازودش اللاير ناحيه الديستال بارت. اوكي. بعمل كيسنج الاولانيه، بعد كده بحط الاستنت بتاعت المين برانش، بعمل بوت عشان يفتح لي الاستراتس، ريبوزيشن للواير، بحط الواير في المين برانش، بعمل كيسنج، ده سكند كيسنج. اوكي. بعد كده لازم فاينل بوت. ذا بيست اوبشن للليفت مين، احنا دايما لما نيجي نشتغل ليفت مين لازم اديك كراش. ده اوبشن لو الانجل كويسه، انجل حوالي 60 درجه، ما تكونش انجل مفتوحه على الاخر، يبقى ده احسن اوبشن اللي انا اعمله. دي حاله احنا عملناها بالصور اللي احنا شفناها. اول حاجه بحط الاستنت بتاعت السايد برانش سريعا كده، ماشي. بعد كده بعمل لها كراش، ماشي. بعد كده هنا صوره، الصوره اللي معلش الصوره اللي فاتت ديت بيبين لي السايد برانش، بختار البروكسيمال بارت بتاع الاستراتس، ما باخدش من الديستال بارت، انا باخد البروكسيمال بارت اول جزء للاستنت عشان ما ازودش اللاير على الكارينه من جوه. هنا عملنا ريبوزيشن للواير تاني اهو، عملنا كيسنج بالون الاولانيه، بعمل بوت، بعد كده عملنا بوت في الفاينل، ودي شكل الايه الريكروسنج، ودي السكند كيس والبوت في الفاينل في الاخر، ماشي. هنيجي بقى للكيلوت تكنيك. هو الكيلوت مفيش فرق، بس احنا بيهمني الانجل اللي ما بين المين برانش والسايد برانش، انما هو ما بيفرقش كتير برضو، نفس كل تكنيك وتكنيك الفرق حاجه بسيطه خالص، بس اهم حاجه نكون مركزين في الانجل والديامتر بتاع المين برانش والسايد برانش. طيب احنا بنعمل فيه ايه؟ بنواير البرانش بري دايليت، نعمل بالون دايليتيشن الاول، ديبلوي فيرست ستنت ان الموست انجل فيه، ريموف ذا ستنت بالون بوت، بعد كده ري وايرنج للستنت، وبعد كده دايليتد للستراتس، ديبلوي انا سكند ستنت، بعمل بوت وري وايرنج للسايد برانش والمين برانش، ونشيل الجيلد واير ونعمل كيسنج، وبعد كده بقى فاينل بوت. هنشوف الفيديو نفس الكلام ده الانفيرتد، بعتبر المين برانش سايد برانش
وحط ستنت برانش من البين برانش للسايد برانش الاول، بعمل بوت، بعد كده ريوايرنج واعمل الكيسنج الاول، بعد كده هحط البرانش المين برانش بقى الستنت بتاعت المين برانش، واعمل في هنا واير المفروض بيبقى شيلته اللي هو بتاع السايد برانش، بعد كده بعمل ريكروسنج واعمل كيسنج فاينل ببوت. دي شكل حاله احنا عملناها برده، كان ليفت مين استعملنا كيلوت في التكنيك ده عشان الانجل، احنا دايما برده بنبص للانجل، بس افضل اوبشن هو الديك كراش، بس ممكن في بعض الاحيان انت بتبقى مضطر ان انت تغير التكنيك بتاعك على حسب اللي انت شايفه. فاحنا هنا استعملنا تاب كيلوت تكنيك، دي الستبس بتاعتي، انا عملت كي بي اي وبعد كده بوت وبعد كده فاينل ريزلت بتاعتي بعد الاستنتات. الفي ستنت، الفي ستنت ده تكنيك برضو بنستعمله، بس برضو نوت ريكومندد قوي، خصوصا ان برضو الاستاديز اللي طالع عليه ان الان ستنت ريستنوز ريشيو عاليه جدا لو حبيت اعمل في ستنت. وغير كده انا باخد جايدين كبيره وسبعة او ثمانية فرنش، يعني مش محبذ، بس برضو لازم نبقى عارفين الستبس بتاعته ازاي. احنا هنا سوري هرجع هنا، احنا هنا بنحط المين برانش والسايد برانش الاثنين كيسنج قصاد بعض، وابدا اعمل انفليشن ات سيم تايم. ده شكل حاله برضو ليفت مين، مع انها مش ريكومندد بس احنا عملناها ليفت مين، بس هي على حسب، انا دايما كل تكنيك الاختيار الاوبريتور على حسب في السايد برانش شايفه ازاي، المين ارتري شايفه ازاي، الانجل شايفها ازاي، فعلى اساس ده انا بختار الانجل بتاعتي او التكنيك بتاعي. هنا عملنا في ستاند، ودي الفاينل ريزلت في الاخر. هنا بنعمل الاس كي اللي هي كيسنج التكنيك، كيسنج تكنيك بحط الاستنتين مع بعض في المين برانش، وكل واحد في واحد في المين واحد في السايد برانش، بس دي برضو عيبها ان هي باخد لارج جايدن سبعة او ثمانية فرنش، مشكلته برضو الانستنت ريستنوز ريشيو عاليه، لان انا في المين برانش انا عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة ليرز ميتال اوف في المين برانش، فمش مستحب قوي ان انا اشتغل حاجه زي كده. دي حاله برضو احنا عملنا في ستنت كيسنج ستنت سوري. التوك هوم مسج بتاعتي اللي انا المفروض نوصلها لكل الناس، لما اشوف بايفوركيشن لازم اشوف الانجل بتاعتي عامله ازاي، اشوف الديستال فيسل ديامتر شكله ايه، الشورت ستنت او شورت تيست اللي احنا بنعمله بالان سي لازم يبقى متوفر عندي شورت بالون ان سي عشان نقدر اعمل بوت بيها، الريسورسز لازم تبقى موجوده عندي كل حاجه جاهزه، لو حبيت ابص بايفاس اتاكد ان انا وول ابوزنج للستنت، عشان لو الستنت مش وول ابوزنج في بايفوركيشن انستنت ريشيو عاليه جدا، وهنحتاج الاكسبيرينس. لا اهم حاجه اللي بالايد اللي بتشتغل تكون ايد متدربه كويسه تقدر تشتغل بايفوركيشن ستنت. شكرا. As usual. وبس سؤالي بس ليك قبل، هو which type of wire ان احنا بناخده في السايد برانش؟ Which type of wire you can use it in? Which type of wire? Wire. Micro wire. اي واير. احنا عندنا حتى لو نستعمل حتى الهيدروفيلك واير ما بيسببش لنا مشكله لو انت ما نفختش على الفول ديفليشن، انت ممكن تنفخ على سب نومينال او نومينال انفليشن. عشان ما يبقاش جلد ما بين الول والستراتس، فده ما بيفرقش معانا نوع الواير. الهيدروفيلك ريكومندد بعض الاحيان، بعض الاحيان بيبقى سبورت ليا كمان عشان الجايدن، انا بحتاج دايما في البايفوركيشن، في بعض الاحيان انا بحب الواير الجلد ده ان هو بيدينا سبورت للجايدن، في بعض الاحيان كتير قوي ان احنا بنستعمله وما بنشيلوش الا في الاخر خالص. ان شاء الله هي بس كل الحالات ليفت مين، فدي ما هو ده المعمول للبايفوركيشن اساسا. ان شاء الله تسلم ايدك يا بلال، واكسلنت بصراحه، متعلق كالعاده يعني.
شكرا يا جماعة لحضوركم جميعا، وان شاء الله هنبتدي المحاضرة الثانية السيشن الثانية يعني هتبقى الساعة 1:30 ان شاء الله، نبقى هنا في القاعة كلنا. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا نبدأ الجلسة ان شاء الله دلوقتي. معنا الفيرست سبيكر مستر سهيب احمد، كلينيكال انديكيتور دار الفؤاد، كلينيكال انديكيتور سوبرفايزر ويل كير مجموعة ام اتش بي هوستل، وأهب بيزيك لايف سبورت انستراكتور اللي هي الامريكان هارت اسوسيشن بيزيك لايف سبورت. هيكلمنا النهارده ان شاء الله عن محاضره ان شاء الله قويه وكلنا نستفيد بيها ان شاء الله. اوكي شكرا. السلام عليكم. ماي نيم از سهيب احمد. ثانك يو مس كريمه فور انتروديوسينج مي. Our session for today, we are going to speak about the health threats from high blood pressure. The importance of this topic, إن إحنا عارفين كويس إن high blood pressure it can develop many problems. هي ممكن تبقى signs symptoms، ممكن أعراض تظهر معانا، وفي نفس الوقت ممكن تبقى health threats إن حاجات بتأثر على الحياة معانا، ممكن تبقى long lasting. هو ليه في late في ال Okay. Our goal to encourage the participant was knowledge, skills, and positive attitude toward the health threats from high blood pressure. The objectives at the end of this session, المفروض نحن نتكلم على the health threats from high blood pressure. ونتكلم على the types of health threats in high blood pressure. Classify the symptoms of high blood pressure. Relate the risk factors of high blood pressure. And finally, we'll apply the health threats. ونحن زي نقدر ندeal with the patient or with the situation في the high blood pressure or health threats اللي ممكن تحصل. The outlines, the types, the symptoms, the risk factors, and finally, we'll have the health rates regarding to the high blood pressure. Hypertension, the silent killer, is associated with a variety of life-threatening disease or condition. هو ممكن يبقى condition، ممكن يبقى مشكلة بتحصل مع حد، ممكن تبقى حاجة it can affect our life. إن ده daily living وتبقى فيه مشكلة بنبدأ إن إحنا نتعايش معها. طيب first what is the high blood pressure or what is the blood pressure؟ إن هو when the heart pumps blood through the arteries. The blood puts the pressure on the artery walls. That's known as the blood pressure. إن إحنا عندنا لما بيبدأ إن blood يتدفق في arteries أو في walls، فبيبقى pressure بتاعها عالي شوية، فده بيبدأ يعمل معنا high blood pressure أو يبدأ يظهر معنا مشاكل بتاعة high blood pressure. The types we have two types في high blood pressure. نحنا عندنا النوع الأول the primary أو essential hypertension والsecondary hypertension. البرايمر هايبرتنشن وده الموست وبيبقى موست كومن، اتس اباوت 80 to 90% من البيشنت دي ار اكوايرنج الهايبرتنشن او البرايمر هايبرتنشن، وده بيبقى ملوش ممكن يعني بروبلمز او مشاكل ثانيه، بس يبدا ان هو يبقى دايجنوزد ان هو عنده برايمر هايبرتنشن، او المشكله دي بتبقى ريليتد ان هو بيحصل ديفلوب جرادولي في البلاد بريشر بتاعه، ويبدا ان هو يتشخص ان هو عنده هايبرتنشن. Secondary hypertension, some people have high blood pressure caused by underlying condition. ممكن يبقى في مشكلة ما due to medication معين أخده أو due to condition ك medical condition أو مشكلة طبية ما تبدأ نيت أفكت معاه، زي مثلا kidney function إن هو يبدأ يحصل فيه acute kidney impairment أو chronic renal failure أو الكلام ده كله يبدأ يأثر معاه على blood pressure. Symptoms, most people with the high blood pressure have no sign and symptoms even if the blood pressure reading reach dangerously high level. ان هو دايما احنا عارفين لما بيظهر او بيحصل عندنا اعراض الصداع بناخد بنادول، بس actually ممكن by the time ان الهيدك اللي بيحصل او المشكله اللي بتحصل من الصداع ده due to ان في elevation في blood pressure واحنا مش قادرين نعمل الايرلي دياجنوز او الايرلي بريفنشن due to المشكله اللي بتحصل دي. A few people with the high blood pressure may have headache, shortness of breath or nose bleeds. دايما بنشوف مثلا من الساين والسيمتومز اللي بتظهر انه ممكن يحصل نوز بليدز، حد بينزف من مناخيره فيعرف ان الضغط عنده عالي. طب ايه المانجمنت او ايه الحاجه اللي انت بتعملها؟ ممكن عادي هو بس ياخد حاجه او يشرب الكركديه من غير ما يشوف المشكله بتاعته، هل هي حاجه كرونيك، هل هي حاجه اكيوت، هل في مشكله ثانيه هي اللي عامله له هايبرتنشن ده ولا لا. الريسك فاكتورز فيرست الايج، احنا عارفين ان الايج يعني لما بيبدا السن مثلا يزيد فالالدر بيبل دي ار هاي ريسك او مور ريسك فور اكوايرنج الهاي بلاد بريشر دان مثلا اليونج ايج او اليونج ايج بيبل، الا لو في مثلا جينيتك فاكتورز او مشاكل ما ديو تو مثلا برايمر هايبرتنشن او حاجه زي كده. الريس
نعرفين ان الافريكان بيبل they are highly rate for acquiring high blood pressure than الوايت بيبل مثلا, وده based on research و studies اتعملت. being overweight or obese, عارفين ان الاوبيزيتي والسن يعني الوزن نفسه او زيادة الوزن ده ممكن يبقى due to مثلا ان في not being physically active, ان ما فيش activity او daily activities ان احنا بنعملها, الحركة بتاعتك الموفمنتس, ان انت تبدأ مثلا تحافظ على اللايف ستايل بتاعك, فكل ده في الاخر ممكن يأفكت معك على الاوبيزيتي وان انت تبقى overweight. using التوباكو, السموكينج كل انواع بتاعته ده من ضمن الحاجات اللي كان أفكت الhigh blood pressure. too much salt اللي هو الصوديوم, احنا عارفين مثلا نظام الاكل او الملح اللي بيكون في الاكل او الحاجات دي كلها it can affect او develop الهيلث ريتس اللي هي that can affect due to high blood pressure. too little potassium in diet, drinking too much alcohol, stress, certain chronic conditions. health rates from high blood pressure, احنا هنتكلم على كذا condition او كذا مشكله ممكن تحصل due to high blood pressure, وده الميجر او المين توبيك اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. What happens when you have a stroke? First, احنا ممكن يحصل the health threats from the high blood pressure stroke. هو ايه اللي بيحصل في الستروك؟ انه بيحصل blockage في الارتري او بيحصل rupture. يا اما ischemic stroke ان هي due to blockage, او ان احنا بيحصل hemorrhagic stroke due to rupture او burst اللي ممكن يحصل في one of the arteries. طيب هو الهاي بلاد بريشر علاقته ايه بالستروك؟ ان الهاي بلاد بريشر دامج ذا ارتريز ثرو ذا بادي ثيرتن كونديشن ويتش ذي كان بيرست اور كلوج مور ايزيلي, ان عندي التدفق بتاع الدم في الارتري او في الوول او في الشريان دوت بيبدا ان هو ياثر معايا, اما بان الفلو ممكن يبقى السرعه بتاعته مع الاثيروسكلروزيس او الكلوتس اللي ممكن تحصل دي فيعمل ناروينج في الفلو فيدخله في اسكيميك ستروك, او ان التدفق بتاع الدم ده لما بيزيد عن النورمال رينج بتاعه ويدخله في الهاي بلاد بريشر ان هو بيحصل بروست فيحصل زي انفجار او يحصل رابشر او يحصل تمدد فيبدا ياثر على الوول بتاع الارتري فيدخله في ستروك. تاني حاجه لوس فيجن, دي سكند هيد ثريتس فروم ذا هاي بلاد بريشر. يبقى احنا قلنا اول حاجه الستروك, تاني حاجه لوس فيجن. Loss vision ممكن يحصل with many conditions. The eye contain many tiny blood vessels. إن إحنا عارفين إن العين بتسبلاي أو blood vessels بتسبلاي الجسم كله عندنا. فعندنا في tiny blood vessels هي بتبقى according to طبعاً الأورجن أو الحاجة ديت. فال blood لما بيبدأ الفلو يتأثر بيأثر على كذا condition. أول حاجة منهم ال blood vessel damage ودي اللي هي retinopathy. طب ايه اللي بيحصل في الريتنوباثي؟ ان الاليك اوف بلاد فلو تو ذا ريتنا ليدز تو ذا بلارد فيجن, ان كميه البلاد فلو اللي المفروض بتوصل للريتنا بتقل, فده يبدا يدخل البيشنت في مشكله اللي احنا عارفينها ضغط تنين العين لما بيكون عالي او ضغط العين لما بيعلى. اوكي, السكند كونديشن ان الفلويد بيلد اب اندر ذا ريتنا وده اسمه كوردوباثي. هنا بيحصل ان الفلويد او الكونسنتريشن بتاع الفلويد يبدا يتكون فيبدا ان هو يأفكت على البريشر, فتاثير البريشر ده يبدا ياثر على الفيجن ان هو يعمل بلر فيجن او يعمل مشاكل ما, وبعدين يبدا يدخله ممكن ان هي ات ليدز تو لوس فيجن. اخر حاجه النيرف دامج وده الاوبتيك نيوروباثي, ذا ريزلت اوف بلوكد بلاد فلو ذا دامج اوف ذا اوبتيك نيرف. يبقى احنا عندنا الثلاث مشاكل اللي ممكن تحصل ديو تو اللوس فيجن, رقم واحد الريتنوباثي, رقم اثنين الكوردوباثي, رقم ثلاثة الاوبتيك نيوروباثي. The third condition due to the heart attack, وفي فرق بين الهارت اتاك والهارت فيلير. احنا اول حاجة هنتكلم عن الهارت اتاك ان هو the excess strain and resulting damage from the high blood pressure causes the coronary arteries serving to the heart slowly become narrowed from plaque. ان احنا نفس الفكره بالظبط, ان الستروك لما بيبدا ان الفلو بيأثر على one of the arteries في البرين فيبدا يدخله في ischemic stroke او في hemorrhagic stroke, نفس الفكره ان البلاد فلو ديو تو البلاد بريشر او الهاي بلاد بريشر في الارتريز بتاعه الكرونريز اللي هي في الهارت او بتسبلاي المايوكارديوم تبدا ان هي تأثر فتبدا تدخله في هارت اتاك اللي هي بتحصل عندنا بالام اي او كلنا عارفين ان هي الام اي المايوكارديال انفاركشن. طيب الهارت اتاك ممكن يحصل انه يحصل دي مثلا في الارتري او البليك اللي بتكون او الكلوت اللي بتتكون بتبدا تاثر على الفلو فتعمل ناروينج في الفلو فيبدا يعمل مشكله ديو تو ذا الهاي بلاد بريشر ان هو يدخله في هارت اتاك. طيب if there is a link between الهاي بلاد بريشر اند هارت فيلير, هل في علاقه بين ان الهاي بلاد بريشر والهارت فيلير؟ يس فور شور, لان الهارت فيلير هو اللي بيحصل ان الهارت مش بيبقى في يعني مش بيقدر يعمل enough contraction اللي تبوش enough blood to the body او to the organs in the rest of the body. طيب هو ايه اللي بيحصل هنا؟
ان رقم واحد الهاي بلاد بريشر ادز تو ذا هارت ورك لود، لما يبدا ان الهاي بلاد بريشر ان الضغط بتاع الدم عندي يزيد، وان الهارت عندي الكونتراكتيليتي بتاعته محدوده، في مشكله، في ليميتيشن ديو تو بروبلم، فهنا يبدا يحصل ان الفلو نفسه يبدا يتاثر، فيبدا ان هو يعمل less elastic make it more difficult to the blood travel efficiently through the body. This caused the heart to work harder. هنا ان الهارت نفسه مش قادر يشتغل بالنسق الطبيعي بتاعه. ليه؟ لان ضغط الدم بيزيد عن المعدل الطبيعي. A higher workload leads to an enlarged heart to cope with increased demands to the heart thickness and become larger, while it's still able to pump blood and become less efficient. The larger the heart becomes, the harder it works to meet to the body demands from oxygen and nutrients. نعرفين لما بيحصل تمدد في the left ventricle اللي هو بيبدأ يبوش الدم أو يبوش blood to the body، ويبدأ إنه already أنا عندي في مشكلة due to the hypertension أو the high blood pressure، فهنا يبدأ يعمل المشكلة إنه يدخل عين في heart failure. Can high blood pressure cause a kidney failure? Yes, for sure it can cause a kidney failure. واحنا هنا الحقيقة ان الكدني والcirculatory system they are depend on each other. ممكن البيشنت اللي عنده kidney failure يحصل له hypertension، او ممكن البيشنت اللي عنده hypertension يحصل له kidney failure. فالاثنين they are depending او demands on each others. الكدني failure احنا عارفين nephrons in the kidney are supplied with a dense a network of blood vessels and a high volume of blood flow through them. Over time, uncontrolled high blood pressure can cause arteries around the kidneys to narrow, weaken, or harden. إن إحنا عارفين إن كمية blood flow لما تبدأ تتحرك أو تبقى موجودة في النفرونز ويبقى في high volume of blood more than the normal أو more than the usual، فيبدأ يدخله في إنه يحصل المشاكل، فيبدأ يدخله في إن blood vessels في المكان ده أو في الحاجة دي تبقى weaken أو تبقى harden، أو even إنه ممكن يحصل obstruction ويبدأ يدخله في الكيدني failure، إن هو ممكن يبقى depends إن الكيدني مش able إن هي تقدر تشتغل بالدور بتاعها. Number six أو سادس حاجة من health threats sexual dysfunction. Sexual dysfunction أو blood vessel damage from high blood pressure reduce blood flow through your body and the lower blood flow to the pelvis may affect the sex lives of men and women. هو تأثيره إزاي؟ ممكن يعمل حاجة اسمها erectile dysfunction، ممكن يعمل حاجة اسمها loss of libido and desire، يعني ممكن يأثر على desire نفسها وده for men and women. وبالنسبة للإركتايل dysfunction إن هنا high blood pressure on male sexual function may be more physically appearing than are the woman. إحنا الإركتايل dysfunction بتتأثر في المن أكتر، بس low than of interest and libido بيبقى more than common في الفيميلز عن الميلز. Excuse me, one minute. Okay. طيب يبقى احنا الكونكلوجن بتاعنا احنا اتكلمنا على الهيلث ريتس اوف هاي بلاد بريشر، وعرفنا ان في مين سكس هيلث ريتس ممكن تحصل ديو تو ذا هاي بلاد بريشر. لو جينا نتكلم باي سيستماتيك ابروتش، اول حاجه قلنا عنها هي كانت الستروك، ثاني حاجه كان اللوس فيجن، ثالث حاجه اتكلمنا عنها الهارت فيلير، واتكلمنا عن الهارت اتاك وقلنا ان في فرق بين الهارت اتاك والهارت فيلير. ان الهارت اتاك بيحصل بلوكج في الارتري، اما الهارت فيلير ان الهارت مش قادر يعمل انف كونتراكشن ديو تو ان في هاي بلاد بريشر او ان في مشكله ديو تو الهارت نفسه تو بامب انف بلاد. المشكله نمبر 5 ان احنا قلنا الكيدني ديزيز وان بيحصل كيدني فيلير، واخر حاجه قلنا عنها سيكشوال ديس فانكشن. اوكي، دونت ليت هاي بلاد بريشر هيرت يور لايف، لان احنا عارفين ان البلاد بريشر او الهاي بلاد بريشر دي سايلنت كيلر، إن ممكن due to the high blood pressure يبدأ يحصل لك many conditions أو many problems. إحنا بس اتكلمنا على حاجات most common أو حاجات ممكن تحصل وكلنا ممكن نتعايش بيها أو نشوفها في patient قدامنا أو even in one of our relative. أوكي، almost كده أنا خلصت السيشن بتاعتي. حد عنده سؤال؟ طبعا على المحاضرة الهايلة ديت مستر سهيب، بس يعني كان ليه تعليق صغير خالص عايزة أضيفه، إن إحنا معظم الناس ما بنعرفش نشخصها هايبرتنشن، بالرغم إن بيبقى فيه دكاترة كبيرة عيسى الضغط، وإحنا بسبب أجهزة الضغط، ودي كانت اتناقشت قبل كده في الإيجيبشن هارت أسوسيشن جمعية الضغط المصرية، وناقشوا حتة أجهزة الضغط إنها لازم يتعمل لها كاليبريشن كويس علشان نستخدمها وإحنا واخدين أكريت ميجرز. فعلشان كده احنا مهم جدا قوي ان التمريض او الاطباء او
ايا كان الهيلث كير وركرز اللي معانا لازم يبقوا عارفين كويس قوي يقيسوا الضغط ازاي، ولازم يبقوا عارفين ويميزوا الاجهزه اللي بيشتغلوا بيها هل هي بتدينا اكوريت ولا لا. زي ما احنا متعودين لما بنلاقي اي قرايه بالديجيتال ديفايسز وكده زي المونيتورز احنا بنرجع تاني نعملها مانيوال، بس لازم برضو يبقى المانيوال اللي معايا معمول له كاليبريشنز وواثقين من القرايه اللي احنا واخدينها. شكرا. نيكست سبيكر مستر هشام جامعه قناه السويس. مستر هشام طبعا علامه من علامات جامعه قناه السويس اللي احنا دايما بنفتخر بيه في كل المؤتمرات. ان شاء الله هيكلمنا النهارده على الكورونري اسسمنت باي انجيوجرام. اتفضل مستر هشام. بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم مع حضراتكم عن كورونري اسسمنت باي انجيوجرام، ان ازاي نعمل تشخيص جيد للشرايين التاجيه بواسطه قسطره القلب. الموضوع اهميته في ان انت طبعا البيشنت بيخش قسطره الا اذا كنت خلاص محتاج تدخله حاجه انفيزيف تكنيك تحت تاثير مخدر واجراء تداخلي في الشرايين. انت بتعرضه الريسك لمخاطر، بس المخاطر دي قصاد ان انت هتطلع بتشخيص نهائي لموضوع ايه التصلب الشرايين او انت شاكك في مشكله عنده. ممكن الفيزيشن يبعت العيان يعمل فحوصات كتيره قوي، ستريس تيست، يعمل ثاليوم سكان، يعمل سي تي انجيوجرافي. المهم في الاخر ان هو لازم يدخله قسطره اذا كان شاكك ان هو عنده كروني هارت ديزيز. وانس انه دخل قسطره لازم يطلع بالدياجنوزس، ما ينفعش انا اخش واطلع اصل انا ما عرفتش كذا كذا كذا، اصل الجهاز كان فيه مشكله. في محددات كتير قوي ممكن تعمل لي ميس دياجنوزس في الكاث لاب، وانا عايز اعمل ستريس عليها في السيشن هنا النهارده في الليكشر. فبنقول كورونري انجيوجرام وان اوف ذا موست اكوريت اكزامينيشن ويتش ديتكت كورونري ارت ديزيزز اند ليس ان ميس دياجنوزس. الايم بتاع التوبيك النهارده ان احنا هاو تو افويد ميس دياجنوزس اوف كورونري هارت كورونري انجيوجرافي. لازم يبقى عندي جود اكس راي ماشين، ويل تريند كاث لاب ستاف، سيلكتيف كانيوليشن في الليفت مين والار سي اي، ادكويت اماونت اوف كونتراست ميديا بحقنه، عندي كوريكت تكنيك اوف ايميجنج بستخدمه، وكمان ادكويت نمبر اوف بروجيكشنز اوضاع تصوير كافيه لتصوير الشرايين. دول المين ايتمز اللي هنشتغل عليهم. الماشين بتاعتي لازم تكون اشوف فيها صوره كويسه. في اجهزه قسطره كتير قوي صورتها يعني الى حد ما مقبوله، لكن لما بيجي تدخل عيان اوبيز عليها مثلا بتلاقي ان انت مش شايف حاجه، الصوره نويزي او الجهاز بتاعك مش قادر ان هو يصور، فبالتالي مش هتطلع بتشخيص جيد. ان هو ما فيهوش مشاكل توقفك اثناء الشغل، ان في مشاكل خطيره ممكن تحصل ان هو بيسخن الجهاز منك، او ان في تيوب ايرورز، ان الجهاز ده بيطلع السي ار بتاعته الموفمنتس مش كويسه، كل ده عندي هيطلع لي مشاكل. قلنا كمان ان احنا لازم ريسبكت بيشنت ويت ويز سيستم كابابيلتيز. طيب الكاث لاب ستاف، اي حد بيشتغل قسطره يخش يصور العيان، او ما بيشتغلش قسطره طبعا لا، لازم ويل تريند كاث لاب ستاف اللي بيعرف يظبط الجهاز كويس كيلو فولت ملي امبير، او هيشغله على انهو بروجرام او انهو بارامتر، بيشغل بالس ويس بيظبطها فلترز بيظبط جهازه وتحس طلع صوره كويسه. بيبقى اوير ويز ماشين بروبلمز، بيعرف يحلها كويس وبيقدر يتعامل مع الجهاز في الامرجنسيز. ده بالنسبه للاستاف المطلوب منه. كمان بيطبق مبدا الحمايه من الاشعه، الاداره برنسبل، اند اوير ويز ستاندرد بروجيكشنز. طيب الايتم اللي بعد كده ان احنا نعمل سيلكتيف انجكشن. السيلكتيف كانيوليشن مهم في ايه بقى؟ احنا ما بنحقن في قسطره، لو انت مش سيلكتيف انت بتشوف صوره تقريبا مش حقيقيه وممكن تحكم عليها غلط، ممكن تحس ان في ليجن موجود وهو مفيش حاجه، والعكس ممكن تحس ان الارت نورمال وهو في ليجن. فهو انت داخل قسطره اساسا تصور عيان عشان موضوع السلكتيف. السلكتيف كانيوليشن ده ما بيحققهاش غير القسطره، ان يعني انت بتخش لغايه الاوستيوم بتاع الارت اللي عايز تصوره وبتحقن فيه الصبغه. طب اي صبغه اي كميه بحقنها بانهي ريت؟ اكوردنج ذا امريكان هارت اسوسيشن في ريت معين لازم نحقنه واحنا شغالين في الليفت مين او شغالين في الار سي اي. بحقن من 2 ل 3 ملي لتر within 2 to 3 seconds total volume 6، ده في الار سي اي.
هزود شويه في الليفت مين لغايه ما اوصل ل 8 سكند بنفس الريت، هيديني امتلاء جيد للشرايين وهقدر اشوف صوره جيده. كوريكت تكنيك اوف ايمجينج، يعني ايه كوريكت تكنيك؟ انا بصور الصوره مش في اي وقت وفي اي زمن عايز، لا انا بسيب نفسي ثانيه اثناء الريكوردينج قبل ما احقن الصبغه، وثانيه كمان بعد ما اصور الشرايين. ليه؟ دي ليها فايده. قبل ما بحقن بشوف فيه كذا حاجه على الشاشه قبل ما اصور، قبل ما احقن الصبغه، فبصور واشوف على الشاشه الاول ايه. لو في كالسيفيكيشن في الارتي هقدر اشوفه قبل ما احقن الصبغه، لو حقنت صبغه على طول وصورت مش هشوف الكالسيفيكيشن ده. كمان لو العيان ده مركب ستنت قبل كده وانا صورت على طول من غير حقنت من غير ما اصور الاول من دون صبغه، هفقد المعلومه دي ان انا العيان مركب ستنت قبل كده. كمان مهمه في موضوع كيو سي اي، لما اجي اعمل كاليبريشن اعمل كيو سي اي اقيس الضيق في بواسطه جهاز القسطره، ده بحتاج القسطره وهي لسه ما اتحقنش فيها صبغه عشان اعمل عليها كاليبريشن. بعد ما بحقن الصبغه بستنى بردك ثانيه بعد بخلص حقن اشوف التصوير بعد بثانيه بعدها بثانيه او ثانيه ونص. ليه الموضوع ده؟ عشان اشوف ان في حصل درينج كويس للصبغه حقنتها ولا لا. انا حقنت الصبغه، هل حصل استجنيشن للصبغه دي في الارتري ولا اتصرفت في السيركوليشن؟ دي حاجه مهمه. اوضاع التصوير اللي هصورها لازم تكون كافيه. كافيه دي الاسباب، اسباب ان الشرايين اصلا بتلف حوالين الهارت، مش بس كده كمان كل شريان عباره عن جسم اسطواني الشكل. الصوره اللي قدامكم دي مش هقدر يعني اي صوره زي كده بمنظر كده فيو واحد ما اقدرش احكم عليها واطلع منها تشخيص. ليه؟ لان انا شايف وان سايد اوف ذا ارت، يعني شايف جنب واحد بس من الشريان، بقيه الناحيه الثانيه من الشريان او يمين وشمال وانا مش شايف حاجه، فبالتالي ما اقدرش احكم عليه. الشريان عندي في الحقيقه شكله عامل زي كده، ففي عندي ليجن لو بصيت له من زاويه هشوفه 10% ومن زاوية تانية هنا ممكن أشوفه 60 أو 70%. طبعا ده الفنتيكولار بلين، أترو فنتيكولار بلين، بشوف إزاي في كذا بوزيشن لازم ألف حوالين الأرتريس كلها عشان أشوف إيه شكلها الحقيقي. ليه باخد بروجيكشنز كتير؟ قلنا عشان تو فيجواليز اول بارتس اند سايدز اوف كرونريز، تو كان ايفالويت برسنتج اوف ستينوزيس، تو كان ميجر ديستانس اوف ليجن، تو افويد اوفرلابنج ارتريز، ممكن يبقى الارتريز اوفرلابد على بعضها وبالتالي انا مش هقدر اشوف بردك ايه اللي ورا التاني، فلازم اخد ايه ديفرنت بروجيكشنز. تو فوكس اون سبيسيفيك اور انستوموتيك اريا، مثلا اشوف مثلا الليما راكبه ازاي على ال اي دي فناخد لاترال فيو مثلا معاها وهكذا. عشان كده في حاجه اسمها الستاندرد اند جيوغرافيك بروجيكشنز او الفيوز، ديت فيوز ستاندرد باخدها والعيان دخل قسطره يتصور لازم اخد له الفيوز ديت، حتى لو انا شايف ان القسطره شكلها نورمال مفيش اثيروسكلروزس كويس، امال انا مدخله قسطره ليه؟ ما انا مدخلته عشان اشوف تشخيص للشرايين، فمش معقول انا اول صوره هصورها اقول اه لا ده العيان طلع نورمال يلا العيان اللي بعده. بيحصل مشاكل كتير وانت بتيجي على الاخر الوقت تقول ليتني خدت البوزيشن الفلاني ده كان هيبين لي الحته الفلانيه دي. احنا ممكن نوضح الكلام ده بسرعه، يعني باخد ستاندرد انجيوغرافيك فيوز ديت، باخد في الليفت كورونري ارتري سبايدر فيو وار او كودل، ده الاوبوزيت فيو بتاعه، دايما احب اصور الفيوهين عمودين على بعض، يعني واحد من الناحيه دي كده وهيبقى واحد من الناحيه دي زيه بالناحيه الثانيه، يبقى يبين لي الجنبين قصاد بعض بالظبط. يعني ده سبايدر، المفروض ان انا ابدا بالسبايدر فيو، المفروض الافضل ان ابدا بالسبايدر فيو اكوردنج للامريكان هارت اسوسيشن. والار او كودل بيكون بالشكل ده طبعا. انا باخد كمان عندي انا ممكن اخد ار او كرينيال وطبعا وال اي كرينيال مقابل ليه. ده بيبين لي طبعا الميد ال اي دي والديستال ال اي دي وال اس ال 6 والال او الناحيه الثانيه في الاوبوزيت فيو بتاعه. هيكون الشكل طبعا بالشكل ده زي ما حضراتكم عارفين. كمان بنكمل في الليفت سيستم، بناخد البي اي بروجيكشن عشان الاوستيا بتاع الليفت مين، وباخد الكودل بتاعه عشان الديستال ليفت مين. احيانا باخد اللاترال فيو طبعا قلنا عشان خاطر الديستال ال دي، ولو عندي ليما عادي اشوف الانستوموتيك اريا. البي اكرانيال بياخد عندي معايا البروكسيمال والميسك بتاع ال ال دي. الرايت كورنري ارتي هم ثلاثه فيوز باخدهم ال او ار او اي بي كرانيال، وكل واحد فيهم طبعا ليه اهميه. هشوف البروكسيمال ار سي اي في الليفت والرايت ار او، والميد سيجمنت في الار او احسن، وفي اللاترال برضه كويس، بس احنا بناخد ده للار او عشان خاطر يعني ليس في الراديشن اقل.
والبي اي كرانيال بروجكشن عشان نشوف الديستال والبايفوركيشن بتاع البي ال والبي دي اي. كيس بريزنتيشن، دي عيانه دخلت تشيست بين في ميل بيشنت، شويه ريسك فاكتورز كده بسيطه خالص، لكن في كورونا انجيو قد يعني اكسبتد انها نورمال. من حقنا الاولى خدنا سبايدر، خدنا كودال، خدنا كرينيال، فالدنيا شكلها حلوه يعني، الدنيا ما فيش اسيرس كروزس، ما فيش مشاكل، لوكس نورمال فعلا يعني، يعني شكلها كويس. حتى اللاترال فيو اهو ما كانش فيه حاجه، يعني خدنا اللاترال فيو نحاول نشغله. اللاترال فيو حتى ما باينش حاجه، البريفيوس ما بيقلبش. طيب اخر فيو ده كان ميزد ما خدناهوش، يعني خدنا اوريو كرينيا بقى، ما كانش ايه الدنيا، كان خلصنا خلاص. لكن ما خدنا الفيو دوت باين فيه اكسنتريك بروكسيمال ال اي دي ليجن، واحنا كنا خلاص خلصنا اسطره والدنيا نورمال وزي الفل، لكن اتضح ان انت في ليجن انت مش شايفه مستخبي، عشان انت ما خدتش كل البروجكشنز اللي المفروض تاخدها اللي هي الستاندرد اللي هتبين لك كل اجزاء الشرايين بصوره جيده. انت شفتيه عشان انا كنت مبينه، لكن هو كان مستخبي. تمام. فاللي عايزين نقوله في المحاضره النهارده تيك هوم مسج بتاعتنا، ان احنا لازم تشيك الماشين بتاعتنا قبل ما نشتغل كويس، ونشوف ان هي كويسه هتصور كويس قبل ما نخش ولا لا. لازم يكون في كاس لاب ستاف كويس شغال معانا وفاهم بيعمل ايه. لازم نعمل سيلكتيف كانيوليشن للارتز اللي بنصورها از ماتش از بوسيبل. كمان ان احنا الداي انجكشن بالكوريكت تكنيك اللي احنا اتكلمنا عليه وبالكميه الكافيه، وان احنا نشوف الصوره قبل التصوير بثانيه وبعد التصوير بثانيه، وقلنا ليه اهميتها. كمان اخر حاجه ان انت المفروض ما تترددش ان انت تاخد كل الستاندردز فيو حتى لو شكل الشرايين كانت طبيعيه اثناء التصوير. شكرا جزيلا. طبعا ده محاضره هايله، وده اللي احنا عارفينه عنك يا مستر هشام على طول. وبعدين ما ننساش بقى في الفيوهات الحلوه دي ان احنا نلتزم بالمحاضره اللي قبل كده كان اديها لنا قبل كده مستر هشام في هاو تو بروتكت يور سيلف فروم ذا سكاترز سكرين، كان اكس راي قصدي، فكان مديها لنا قبل كده. في حاجه كمان انا كنت حضرتها، لما نلاقي ليجن باين قدامنا ما كناش نستعجل عليه وفعلا بناخده من كذا فيو. وفي مدرسه كانوا بيحقنوا الاول ترايديل طبعا بالديلوشن اللي احنا عارفينه، عشان وارد قوي يكون الليجن دوت يبقى سبازم وبيفك على طول، وبعديها كانت بتبان على طول في حالات كتير كنا شفناها. شكرا مستر هشام، امتعتنا والله بالمحاضره. لو حد عايز يسال سؤال يتفضل. اني كويستشنز؟ Yes, thank you. Next speaker. Next speaker معنا مستر عنتر. مستر عنتر خلف جامعة قناة السويس ومستشفى هيئة قناة السويس. سوبرفايزور الكاس لاب. اتفضل هيكلمنا النهاردة إن شاء الله عن محاضرة رايت سايد هارد كاسترايزيشن. اتفضل يا مستر عنتر. السلام عليكم. النهارده ان شاء الله نتكلم عن الرايت سايد هارت كاسترايزيشن او السوان جانز كاستر او بيسموها البلمونري ارتري كاستر. الاجنده بتاعتنا هتبقى الانترودكشن والهيستوري انديكيشن كونترا انديكيشن البريبريشن بتاعها الكاستر اند انسرشن تكنيك والتكنيك بتاعها انتربريتيشن اوف فيسيولوجيكال فاليوز اند ويف فورم وكومبليكيشن. Introduction: Right side heart catheterization, also called pulmonary artery catheter (PAC) or Swan-Ganz catheter (نسبة للاختراع للأسطرة) are used to the evaluation range of congestion. Also, their routine use has fallen out and favor and for evaluation of unexplained dyspnea or suspected pulmonary hypertension. طبعا السوان جانز كاستر مهمه في تشخيص، اهم حاجه في تشخيص البلمونري هايبرتنشن، وتبقى مور اكيوريت، وخصوصا للناس اللي ممكن تحتاج بلمونري فالف ريبير او انه يغير البلمونري فالف نفسه. الهيستوري بتاعها في سنه 1929 دكتور نارنر فورزمان بروفن ذات رايت هارت كاسترايزيشن از بوسيبل ان ذا هيومن. كانت الاول ترايلز على الحيوانات وبعد كده اعتمدوه على الانسان هيومنز. 1964 دكتور برادلي انتروديوس سمول دياجنوستيك كاستر. 1970
بالون فلوتيشن كاستر باي دكتور اتش جي سي وسوان اند ويليام جانز، عشان كده الأسطرة اسمها سوان جانز كاستر. السوان جانز كاستر الانسرشن سايت، طبعا احنا بنتكلم على رايت سايد هارت كاسترايزيشن، فاحنا الانسرشن بتاعها فين مش ارتري. تمام، اول حاجه رايت انترنال جوجلر فين، وده اقصر طريق للقسطره تمام، واحسنهم والبريفير لمعظم الاوبريتور اللي بيشتغلوا السوان جانز كاستر. تمام، وستريت باست واز ارت رايت انترنال جوجلر سوبيريور فينا كافا على رايت اتريوم رايت فينتركل على البلمونري فين البلمونري ارتري. ليفت سب كليفيوم داز نوت ريكوير ذا بي اي سي تو باس اند كورس ات ان اكيوت انجل. طبعا الليفت سب كليفيوم الانجل بتبقى صعبه شويه، فممكن تعرضنا للكومبليكيشن احنا مش محتاجينها. واخيرا الاكسس الاخيره الفيمورال فينز، ذيس اكسس بوينت ار ديستانت سايت بعيده شويه فروم ويتش باسنج تو بي اي سي انتو ذا هارت كان بي ديفيكلت especially if the right sided cardiac chambers are enlarged. طبعا لو في right side enlargement الموضوع بيبقى صعب شويه. Open fluoroscopic assistance are necessary. السوان جانز في ناس بتعملها بيت سايد، كان زمان ناس بتعملها بيت سايد، بعد كده بريفيرد ان هي تبقى جوه الكاس لاب under fluoroscopy عشان الامان وعشان البيشنت يخرج من غير اي complication. الانديكيشن زي ما قلنا ان احنا بالدياجنوستيك حاجات كتير زي الديزنيا البلمونري هايبر تنشن، الديفرنشيشن امانج كوزز اوف شوك، ده البيشنت ان ذا في شوك عايز هل ده من الهارت هل دي من اسباب ثانيه او لا. ديفرنشيشن بتوين ميكانيزم اوف بلمونري ديما، ايه الميكانيزم، هل الميكانيزم البلمونري ديما دي حصلت ديو تو هارت فيلير ديو تو بلمونري هايبر تنشن سيفير بلمونري هايبر تنشن او بلمونري ستنوزس. الايفالويشن اوف بلمونري هايبرتنشن ده الغرض الاساسي بتاعها، والدياجنوزس اوف ريكاردر بريكاردر تامبونات، والدياجنوزس اوف رايت تو ليفت انتراكاردياك شنت، لو في شنت بين الرايت والليفت بالدياجنوزس الشنت. تمام، ايه الكونترا انديكيشن بتاعتها، في ابسولوت كونترا انديكيشن وفي ريلاتيف كونترا انديكيشن. الابسولوت تريكاسبيد اند بلمونري فالفولار ستينوزس، لو في سيفير بلمونري تريكاسبيد ستينوزس او سيفير بلمونري ستينوزس. تيترولوجي اوف فالوت الانفكشن اوف انسرشن سايت، لا يعني لو انا ما فيش عندي غير الانسرشن سايت واحد او اثنين وفي انفكشن لا يا بلاش. البريزنس اوف ار في اسيست ديفايس، لو في ار في اسيست ديفايس لا. اللاك اوف كونسنت، لو ما فيش كونسنت طبعا احنا اساسي في شغلنا كله كونسنتات عشان تحمي نفسك وتحمي التيم اللي شغال معاك. الريلاتيف كونترا انديكيشن الكواجلوبسي، لو هاي كواجلوبسي مثلا اي نار عالي البي تي عاليه ده طبعا ريلاتيف كونترا انديكيشن، وترجع لتقدير الاوبريتور هل يشتغل ولا لا، الريسك والبنفيتس بتاعتها ايه، هل البنفيتس اكتر من الريسك ولا الريسك اكتر، فلا خلاص هنستغنى عن السوان جانز كاستر ونستبدلها باي حاجه ثانيه. ثرومبوسايتوبينيا سيفير ثرومبوسايتوبينيا عدد الصفائح تبقى قليله جدا برضو ده نوع من انواع الكواجلوبسي. الكترولايت ديستربنس زي البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والكالسيوم. والحالات الشديده بقى اللي هي خلاص اوريدي متشخصه سيفير بلمونري هايبرتنشن، سواء متشخصه بالايكو شور انها سيفير بلمونري هايبرتنشن. الايكوبمنت بتاعتي ايه؟ انا كتمريض او كتكنيشن او كسلاب ستاف براجع ايه حاجتي عشان تبقى جاهزه عشان اقدر اشتغل السوان جانز او البلمونري ارتري كاستر. Aseptic solution for skin preparation بيتاداين او كلوروكسيدين. sterile gowns و gloves و face shield and cap sterile goes 1% ليدوكاين 5 سنتي ليدوكاين. surgical drape اللي هفرشه على المريض النورمال saline بتاعي. الشيس according to caster size دي حاجة مهمة، يعني انا لو عندي أسطرة 8 فرنش هتخش على شيس 8 فرنش او شيس اكبر، يعني او شيس اكبر منها، لكن مش هاجي اسطره 8 اسطره 9 فرنش وانا ما عنديش غير شيش 8، فالموضوع ساعتها لازم تبقى حاجتي متحضره من الاول قبل ما ابدا او اقول ان انا خلاص هعمل الاسطره. النيدل انتروديوسر السيرجيكال بليد ماس 11 انفيزيف بلاد بريشر انتروديوسر ده مهم جدا لان اساس الاسطره السوان جانز كاستر اللي هي الانفيزيف بلاد بريشر، ده اللي انا بقدر اعرف انا مكاني فين من غير حتى الفلوروسكوبي تمام على حسب البريشر، وان انا اقدر اشخص البريشر تيوب والثري واي ستوب كوك البلمونري كاستر نفسها. الاسترايل سليف فور كاستر ده غطاء معقم بيتحط على الاسطره عشان لو الاسطره انا ممكن تتركب وتتساب جوه السي سي يو ايفن الاي سي يو تفضل موجوده على العيان بتقرا سي في بي
او ممكن اقيس منها في اي وقت. وسلك سيوتشرز عشان خاطر اثبت القسطره على المريض لو هسيبها. ده منظر السوانجانز كاستر او البلمونري ارتري كاستر زي ما انتم شايفينها كده سيركمفريكس يعني دائريه شويه عشان تساعد في الانسرشن وتساعد ان يحصل فلوتنج. هي القسطره عباره عن قسطره فيها بالونه في الديستال تيب بتاعتها. البالونه دي اول ما بخش جوه الرايت اتريوم واتاكد ان البريشر اللي موجود قدامي ده البريشر بتاع الرايت اتريوم وكونفيرم بالفلوروسكوبي ببدا انفخ البالونه بواحد سنتي بالسرنجه بتاعتها بالسرنجه لوك تمام. والبالونه بتمشي مع الفلو بتمشي مع الفلوتنج مع الفلو بتخش من الرايت اتريوم للرايت فينتركل للبالمونري ارتري تعدي البالمونري فالف والبالمونري ارتري بعد كده البالمونري ويدج. القساطر السوانجانز في منها انواع مختلفه في 2 هيومن في 3 هيومن في 4 هيومن وكل هيومن ليه خاصيه ليه. اولا القسطره الكاستر ذا ستاندرد بي اي سي هاز 7 7 ونص 8 طبعا المقاسات الصغيره 7 و7 ونص بريفيرد في لو في اطفال تشيلدرن مثلا 11 12 سنه ال7 ونص و8 بتبقى للادلت. سيركمفرنس يعني هي ملفوفه على بعضها طولها بيبقى 110 سم. اللينس اند ديستانس ماركت 10 سم من الديستال تيب بتاعتها ماركت كل 10 سم في مارك على القسطره مارك علامه سوداء على القسطره. لما بتوصل 50 سم المارك دي بتبقى بولد شويه تخينه شويه تمام. في منها دبل يومن تريبل يومن كوادريل يومن وفايف يومن. الدبل يومن بالون الحاجه الاساسيه عندي البورت بتاع البريشر ده اساسي البورت بتاع البريشر البورت بتاع البالون دول الاساسيين في اي قسطره يعني القسطره لازم يبقى فيها البورتين. ده بيبقى البالمونري ارتري بريشر تمام والبالون انفليشن ده الدبل يومن. التريبل يومن بتبقى فوق التو بورت دول في رايت اتريوم بريشر تمام في بورت في الديستال تيب للرايت اتريوم بريشر. الكوادري اليومن الثلاثه اللي فوق كمان زائد في حاجه اسمها سيرمستر فور سيرمو دايلوشن ده بي حاجه بيقيسوا بيها الكاردياك اوت بوت بتقيس الكاردياك اوت بوت ميجرمنت. فايف اليومن اديشنال اليومن فور دراج انفيوجن ده بيبقى بورت اضافي لونه شفاف عشان لو الاوبريتور محتاج يحقن دواء زي الكالسيوم تشانل بلوكرز او اي دواء تاني عشان يقدر يعمل اسسمنت كويس هل في بالمونري ارتري هايبرتنشن ولا لا. انتربريتيشن اوف فيسيولوجيكال فاليوز اند ويف فورم زي ما احنا شايفين الرسمه موضحه هنا يعني الناس شايفه السلايد هنا كويسه تمام. زي ما ظهر رايت اتريوم ده شكل البريشر فيه. الرايت فينتركل البريشر بيتغير تمام. البلمونري ارتري نفسه البريشر بتغير في نوتش كمان موجوده اهي لو الناس شايفينها سيستوليك والدياستوليك وفي نوتش موجوده فيه انت كده جوه البلمونري ارتري تمام. وبعد كده بتوصل بالمونري ويدج اللي برضه منظر الويف بيتغير. فانا من خلال الويف دي عشان كده بقول ان كان في ناس زمان على ما يعني اعرف كانت بتركب السوانجانز بيت سايد جايدد بليكو تمام جايدد بليكو وجايدد بالبريشر. الفيسيولوجيكال ميجرمنت دايركت ميجرمنت اوف ذا فولوينج كان بي اوبتيند فروم ان اكيوريتلي بليسد بالمونري ارتري كاستر. ايه اللي انا ممكن اقيسه منها؟ ايه اللي ممكن اقيسه من السوانجانز او من الرايت سايد هارت كاستريزيشن؟ السنتر فينس بريشر سي في بي انا ممكن اقيس منها سي في بي بريشر تمام. وزي ما قلنا ان احنا ممكن تتركب وتتساب جوه السي سي يو تمام وتتوصل بالانتروديوسر سي في بي يتقاس منها السي في بي دايركتلي بتقيس السي في بي طول ما الحاله محتاجه القسطره. الرايت سايد انترا كاردياك بريشر البريشر جوه الرايت اتريوم والرايت فينتركل وجوه البلمونري ارتري البلمونري ارتري بريشر الباب البلمونري ارتري اوكلوجن لو في البلمونري ارتري ويدج في حاجه فيها اوكلوجن يبقى بتقيس البلمونري ارتري اوكلوجن بريشر. بتقيس الكاردياك اوت بوت لو فيها السيرمو دايلوشن اللي هو البورت الاحمر اللي احنا بصينا عليه. الحاجه الثانيه احنا ممكن نقيس ميكسد فينس اوكسجين ساتوريشن لو في شنط لو في ميكسد بلاد من رايت تو ليفت في شنط من رايت تو ليفت او ليفت تو رايت نقيس الميكسد فينس اوكسجين ساتوريشن. ايه هي الكومبليكيشن بتاعتها؟ هي الحاجه هتبان الموضوع سهل وبسيط لكن كل حاجه طبعا ليها كومبليكيشن وارد انها تحصل وخصوصا لو الاوبريتور او الستاف مش ويل تريند وقادر يتعامل مع المواقف اللي حاجه فيها. الجنرال ايميديت بليدنج طبعا احنا قلنا من ضمن الريلاتيف كونترا انديكيشن الكواجلابس ستيت لو البيشنت الاي ان ار بتاعه عالي وانا محتاج السوانجانز كاستر ممكن يحصل بليدنج مكان الانسرشن سايت.
الارتيريال بانكشر، انا داخل على فين، ممكن وانا داخل على فين اعمل ارتيريال بانكشر يحصل برضو منه بليدنج. الايرومبوليزم، لو التيم بحن درج مش واخد بالي ان في اير مثلا في السنجه هيحصل ايرومبوليزم. الحاجه الثانيه لو دخلت ليفت سب كليفيان، تمام، اللي ممكن يحصل، ممكن يحصل نينو سوركس او هيمو سوركس. وعشان كده احنا مش معظم الاوبريتور مش بتبريفيرد ان هي تخش ليفت سب كليفيان، تمام. احنا بنقول ان الكومن بتاعنا الرايت انترنال جبل. الديليد اللي ممكن تحصل الانفكشن، لو انا مش واخد اسيبتك تكنيك صح، ومش ملتزم صاحب وكالات الشخصيه، ومش ملتزم بتحضير العيان، ومش ملتزم بالسكين بريبريشن، وان انا حافظ على الاسترايل فيلد بتاعي، ممكن يحصل انفكشن وما يليها. ممكن البيشنت يخش في سيبتك شوك، ممكن يخش باي حاجه من انواع الانفكشن. الثرومبوزس، لو انا البيشنت مش متحضر كويس، ما بياخدش هيبرين، او لو هطول في البروسيدر، او الاثاره تفضل موجوده وقت طويل اكتر من يوم او حاجه، طبعا لازم البيشنت يمشي على هيبرين او يمشي على حاجه كوجلوباسي عشان خاطر ما يحصلش منها ثرومبوز. الكومبليكيشن ريليتد تو انسرشن اوف بالمونري ارتيكاستر، طبعا ممكن تحصل اريزمي، استاره داخله جوه الرايت اتريوم، وبعد كده رايت فينتركل داخله جوه البالمونري، ممكن تحصل اريزمي. الموست كومن فينتريكولار والرايت باندل برانش بلوك. الميز بليسمنت، الاسطره مش داخله كويس. النوتنج، ممكن الاسطره مع الفلوتنج لو في ريجيرش عنيف او حاجه تلف وتعمل نوتنج على نفسها، ودي تبقى مشكله ان انت تخرج الاسطره بعد كده، وممكن تحتاج سيرجيكال انترفنشن. المايكاردر والمايكاردر او فالف او فيسل رابشر، وعشان كده قلنا من كونترا انديكيشن بتاعتها ان احنا لو في سيفير تريكاسبيد او سيفير بالمونري فالف ستنوز. الريليتد تو مينتيننس اند يوز بي اي سي، بالمونري ارتري برفوريشن، لان طبعا البالونه بتنفخ وتخش جوه الويدج نفسها، لو انا اتنفخت اكتر من 1.5 سم مش واخدين بالنا، الاستاف مش مدرب كويس، اتحركت من مكانها مش متثبته كويس. الثرومبومبوليزم والانفكشن احنا اتكلمنا عليها. ثانك يو، اني كويستشنز؟ اتفضل يا دكتور طارق. اتفضل يا دكتور طارق. اتفضل يا دكتور طارق. شكرا لحضرتك. في البدايه طبعا بحييكم على المستوى العلمي المبهر اللي انا شايفه سنه عن سنه، برافو عليكم. احنا اتشرفنا بحضرتك. لا والله يعني انا مستمتع. احنا اتشرفنا بوجودك معانا استاذ طارق الخولي، استاذ القلب، احنا متشرفين بوجود حضرتك معانا. لا والله يا بقى يعني برافو عليكم. ليا طلب ورجاء، عايزين بعد كده السيشن تبقى ميكسد، عشان انا الاوان نسمعكم، يعني انا الاوان ما تكلموش بعض. يعني انا مستمتع وقاعد منبهر، بحييكم وبشكرك وبشكركم بحق وحقيقه. سؤالي لحضرتك ومعايا قيادات الاسطره في مصر، هو في سنتر في مصر النهارده عنده سوانجنز؟ لان انا حسب حاليا فيها شورتج شويه، تمام. الشركه بطلت انتاجها. لا لا موجوده، بس هي فيها شورتج شويه يا دكتور طارق. مين عنده؟ ثانية واحدة أقول لحضرتك، أنا مش متذكر اسم الشركة، لكن موجودة في مصر. مين من السنترز؟ ما احنا يعني كان عندنا سوانجنز كاستر اوريدي اشتغلنا بيها، بس عشان الاوبريتور مش موجود فما بنشتغلش، لكن لو الاوبريتور مش استنى كان النهارده مين سنتر عنده؟ هو تيمكو تكنولوجي، شركة تيمكو تكنولوجي موجودة عندها السوانجنز كاستر اوريدي موجودة في السوق دلوقتي حاليا، بس هي الفكرة في الاوبريتورز أو اللي بيطلب السوانجنز كاستر. شكرا. شكرا. Any questions؟ شكرا لكم. متشكرين لحضرتك جدا مستر عنتر، محاضره هايله، وعملت لنا كده اكتيفيشن للمعلومات عندنا، وان شاء الله برضو عايزين المحاضرات دي تنزل على الجروب عشان كل اللي ما حضروش يستفيدوا معانا برضو. متشكره جدا لحضرتك. شكرا. دي كده خلاص اخر محاضره، وده كان لاست سبيكر معانا، وان شاء الله يعني عقبال كل مؤتمر ونقول معلومات كده تفيدنا كلنا، وإن شاء الله من نجاح لنجاح لشعبتنا القيمة، والبركة في الدكاترة اللي هم دربونا ووصلنا للمستوى ده. وبنكرر شكرنا والامتنان للأستاذ دكتور طارق الخولي، هو أستاذنا ومش غريب علينا يحضر معنا هنا، هو حاضر معنا في كل مستشفياتنا، يعني احنا لينا لقاءات بره المؤتمرات، بحريص جدا على تدريبنا للبيزك لايف سابورت، وحريص جدا ان يدينا محاضرات قيمة ويحضر محاضراتنا. بس الطلب بتاع حضرتك احنا اللي نطلبه منكم، مش انتوا اللي تطلبوه مننا. انت اللي حضرتك بعد اذن سيادتك انت اللي تقوله للدكاتره يقعدوا يسمعونا، او ما هم مكتفين ان هم بيسمعونا في شغلنا لما بنكون شغالين مع بعض.